يعتبر الملك رمسيس الثاني هو ملك المجد والانتصار، ملك الحرب والسلام. رمسيس الثاني هو نجم الأرض وأشهر ملوك المصريين القدماء، والذي ملأ الدنيا وشغل الناس جميعا. اعتلى رمسيس الثاني عرش مصر وهو شاب صغير، ابن 25 من عمره المديد، كي يسطر أسطرا من نور ومجد وعزة وفخر في تاريخ مصر القديمة والشرق الأدنى القديم والعالم القديم. وكأن قدر مصر كان على موعد مع توليه حكمها ذلك الملك الأسطوري رمسيس الثاني، ملك الملوك وسيد العالم القديم. رمسيس الثاني ابن الملك المحارب الخالد الملك سيتي الأول العظيم، وابن الملكة تويا. ومعنى اسم رمسيس الإله رع خلقه، واسمه الكامل رمسيس مري أمون، ويعني الإله رع خلقه، محبوب الإله أمون. واسم العرش الخاص به هو وسر ماعت رع ستب إن رع، أي عدالة الإله رع القوية المختار من الإله رع. حكم رمسيس الثاني مصر فترة طويلة تبلغ حوالي 67 عاما، وامتاز عهده بالعظمة والمجد والضخامة في كل شيء، خصوصا في أعمال البناء والتشييد والتي امتدت في أركان الكون الأربعة، خصوصا في أرض مصر الطيبة وبلاد النوبة وبلاد الشام وعلى ساحل البحر المتوسط. لم يشيد ملك مصري قديم من معابد وتماثيل ضخمة ومسلات مثلما بنى رمسيس الثاني العظيم. وكان زمنه بحق عصر ازدهار ورخاء، امتد به العمر طويلا ومات في سن متأخرة بعد العام 90 من عمره المديد. تم دفن الملك بكل جلال الملكية المصرية المقدسة التي تليق بعظمة جلالة الملك رمسيس الثاني العظيم في مقبرته رقم 7 في منطقة وادي الملوك في البر الغربي لمدينة الأقصر الشهيرة بصعيد مصر الخالد. وضع الملك رمسيس الثاني العظيم بصمته التي لا يمكن محوها أبدا في ذاكرة مصر والشرق الأدنى القديم والعالم القديم. إنه رمسيس الثاني العظيم الخالد عبر العصور والأزمان.